في مستجدات جديدة للجريمة. مين؟ ارتباط عالمي. المشتبه الأول بين إيدينا رح تنور إفاداتهم الجريمة بالإضافة للشاهد. طيب أنتوا قابلتوهم؟ لا سيدي، هلأ أجانا هالخبر وما خبرنا الشرطة. نحن رح نبلش معه بالأول. في مشتبه واحد؟ إيه سيدي. مستحيل ينفذ الاغتيال شخص واحد. عم ندور بنطاق أوسع، وهذا ملف المتهم. وين ملف الشاهد؟ عم نجهز لك يا سيدي. أجل لي إفاداتهم شوي يا مدحت. أمرك سيدي. والظرف اللي بعته أصلاً رح يساعد بتوضيح الجريمة. وإذا بتحبوا سيدي اليوم المساء منطابق الملفات سوا. مدحت، اوعى تتجاوز حدودك. يلي ما بيحترم أسلافه بيمشي ورا الكلاب. بالماضي كانت الشرطة تراقبنا، وهلأ نحن عم نراقب الشرطة. تفرج. قلتك ما فينا نتصل مع شي حدا من جوا؟ ما في غير هالقضية يلي ما فيها اسمنا. طب وهدول من وين وصلوا له لجمال؟ لو مو مساوي شي ما كانوا قربوا منه. وهذا موضوعنا التاني. بخاف كتير وراح يحكي. كيف بتبيعوا حالكم؟ لا والله نحن ما بنبيع شعبنا ولا ارضنا. ولا الغام ما بنعرف وين اختفي الهرجين. والله لخليكم تمشوا بدل الحمير ونركب عليكم. اعدائنا رح يموتونا. شو حكيتوا؟ لا والله ما قصدي شي. شو حكيت؟ ليش سكتوا؟ لا ما عم تسمعني؟ شو انطرشت؟ ليش ما عم تحكي ولك؟ والله لو خليك تنطرش على المطبوخ. اخي ولك عم حاكيك انت ما عم تسمعني؟ انا ما بعرفه. قال فكر، مين هنن؟ من وين اجوا؟ بمين بيلتقوا؟ من مين بياخذوا لمين بيعطوا؟ بتعرف شو منساوي اذا من الدولة؟ ما حكينا شي، قلنا فكر. طيب مو مفروض نتدخل بالامور؟ في جوزي كسر جمال مشان هيك اجوا لعنده. خال منشان هيك لازم اعرف. اذا عم يجوا هلا لعند يلي بحمايتنا رح يصيروا يجوا لعنا، وإذا خفنا رح يجوا من هلأ. لك أنا دفنت الخوف من أول ما أجيت على الدنيا. شو خوف وما خوف؟ أي خوف؟ شو صار لما أجيت؟ أنا شفت لمعة الشفرة وكنت رح أقتلها. ليش ما كانوا موظف الصحة من الدولة؟ أنا موظف يا
لك هذا حلاق. هني اللي هاجموا الناقلات يا ترى؟ خال ما بدي اياك تعطي عنوان هالمكتب لحدا. انتبه. ماشي يا ابني ماشي. بدك تعلمني؟ طبعا رح علمك. بدك فت كتير. يعطيك العافية يا بطل. شكرا سيدي. ما رح اسمح بهالشي مرة ثانية يا شمال. يلا الحقهم. مستحيل يخلونا نلحقهم. معك حق. يلا خلينا نروح. ايه وبعدين؟ لما كانت السيارة رح تفوت على المرآب انت طلعت سلاحك فورا ورحت على رصيف المقابل وقوست عليه. طلع عرقته والتاني على ظهره. جاوبني. مات الرجال. شو ساويت بعدين؟ رح اطلع تلفزيون. شو بدك بالتلفزيون والجرايد؟ احكي لي كل شيء. بتشربني شاي؟ نشف ريقي. ايه طبعا كرام عينك. على راسي. الرجل المناسب. تعدي جرح وقتل منظمات ارهابيه وتهديد بالسلاح كمان. له علاقه بالسيد اصلا؟ انت ما بيصير تسال مثل هيك سؤالك يا حسن. ولك هذا حكي فاضي. محمد هالمره بالسجن والولد ميت يا حسن. ما رح يعيش. معلم اجا باسل وطالعه. مين هذا عبد الحي؟ شمال العراق وبجنوب تركيا. ما في حجر ما بيعرفه منيح وما في حدا ما سمع باسمه. حكيت لما مات شي؟ لا معلم. بيعرفه بصاحب النظارات. ومنو هذا السكين؟ ما حدا شافكن ما هيك؟ ما بظن. لا معلم، كانوا رجال الشرطة ملتهيين بالشخص. طيب ما شافكن صاحب النظارات؟ لا ما بظن. وجمال لسه بالمخفر؟ سألت عنه ما أخلو سبيله. بس يجي الخال رح نشوف شو حيجيب لنا معه وعلى أساسه رح نتصرف. ما رح يطول ورح نعرف كل شيء. إذا كان عايش ليش ما أجا لهلا لهون؟ كان رح يقعد هون ويحكي معي.
طيب معقول ما حدا شافه لهلا وخبرنا انه عايش؟ انا ما قلت لكم مهمه، انتوا اهله وبحبكم رح تقلقوا عليه. شو بدكم؟ اخذ طبل وافتل بالشوارع وقول انه علي عايش وهو بمهمه؟ اذا ما مات واذا بمهمه، وين هالمهمه؟ تركيا ولا برادة؟ اكيد برا البلد. اذا كان برا البلد ليش قالوا انه مات؟ منين رح نعرف وين هو؟ طيب بس مو كل اللي بيشتغل بالخارجيه بيكون من المخابرات، بجوز خبوه حتى عليهم كمان. كلم ملعني من هداك الرجال صاحب المكتبه، مو هيك سيد عمر؟ مين بتقصدي عيشه؟ انا ما حبيت هالزلمي ابدا، كانت نظراته للناس كتير باردة وبيحكي كلام مو مفهوم بالمرة. لك حتى كذب علينا باسمه، اسمه عباس، ليش لحتى يقول انه اسمه أصلان؟ لو انك ما حكيتي هالشي هلأ يا خالي كنت قلت انك ما بتعرفي شي، بس انتي عم تحكي الحقيقة. لك هن شو عم يشتغلوا؟ واحد ما بنعرف وينه والتاني مات عن جد وما بنعرف شو اسمه. يا ترى علي غير اسمه كمان؟ انتو عم تتعبوا حالكم بهالافتراضات. لو فتحنا الظرف ما وصلنا لهالحالة عمي عمر. يعني كان رح يكتب لنا بالظرف انه يلي بالقبر مو ابني يا حكمت؟ بس هو عطاك جثة وقال انه هاد ابنك عم عمر. انا ضليت استنى 10 سنين مشان يجيني ولد لاجى علي، ودفنته جوا قلبي. هلا عم تحكوا انه مات؟ بترجاكم لا تعطوني امل انه لسه عايش، والله رح اموت بناري علي والله. في امل؟ إذا حكينا بوضوح بدكم تتعاونوا معي، ولازم تترك كل أدويتها اللي كانت عم تاخدها. رح تطيب؟ بجوز ما ترجع مثل أي إنسان طبيعي، بس أكيد رح تشفى. وليش أنت واثق من هالشي؟ نرجس خانم ما انقطعت عن الحياة رغم الظروف يلي مريت فيها، ويلي خلاني متأكد إني شفت أمك وعندها رغبة كبيرة بالعلاج. يعني ماما بدها هالشي؟ برأيي إيه. سمعتي ماما؟ رح يكون كل شيء مثل ما بدك. ليش لحتى يقابل ابراهيم؟ بأي منطق هالشيء؟ مفكر انه نحن ما رح يكون عندنا خبر؟ ما بظن هيك. بجوز انه حب يشرح لنا وجهة نظره مو أكتر. بين انه خسرف اغا عم يخوننا يا سيدي. لا تستعجل يا سيف. رح يجي خسرف اغا ويحكي لنا. ونحن رح نسمع. يعني انت رح تخلي روح بكل بساطة؟ يا سيف خسرف اغا تقابل مع الروس من فترة، بس ما اخذ مثل هالموقف معنا. لسه هو ما اخذ اي موقف، ولهلا ما انتهى شيء. رح يقبل لانه شاطر كتير، بس انا اللي بدي دير اللعب. انا اتصلت مع اصدقاء مشتركين بيناتنا، والحقيقة هن مدحوك كتير. آسفة لقطع حديثك سيد نظام الدين، بس وضعي النفسي هلأ كتير صعب، والقانوني كمان، وما بيسمحوا لي اشتغل شي. بعرف هالشي جنان خانو، ونحنا قمنا بكل المداخلات اليوم وسكرنا على الموضوع. ما عم بفهم. بقصد الملف المتعلق بالمريض عقليا. طمني، وانتي ما رح تواجهي هيك شغلة ابدا. بتشكرك، بس ممكن تخبرني ليش عم تهتموا فيني كل هالقد؟ نحن منحب نشوف الأشخاص الناجحين حوالينا وبس. بشكرك على هالشي، بس شريكتي رهف إيلول محامية ناجحة أكثر مني، ليش أنا؟ ونحن مهتمين فيها كمان، بس أنا بلاقيها عصبية شوي. والشي المهم بالمحامي مو إنه يحصل على كل المعلومات والأدلة بس، لازم بعض الأحيان يتحمل الخسارة.
اجا شخص لعند خسروف اغا قبل حوالي شهرين، بيقولوا انه بيقربه. قال لي واحد رجال من قرايبينه، بس كل ما سألت شخص بيقول لي كانوا ثلاث اشخاص. وعرفت لقب هالشخص خال؟ رئيسهم الاول ما بيشيل النظارة عن وشه، بس النظارة مانا طبية، يعني مشان البروزة. واسمه السكين. ورجالنا خال؟ طيب شو علاقتهم بخسروف اغا؟ وهذا انتقل، بس هاجموا المزرعة وما اتصلوا بحدا. ليش ليبعت خسروف اغا هيك ناس ورانا؟ هذا الشيء اللي كنت عم احكيه. اخي مثل هالاشخاص بيوطوا راسهم للاغا شيء؟ مستحيل، وما بيساوي شيء بالمصاري. ليش اجوا هالجلادين لاسطنبول؟ من شان يخرسوا كل هالناس؟ هلأ فهمت المصاري يلي بحسابنا من وين اجت. منين اجت؟ هدول يلي جابوا لخسروف المخدرات، وخسروف آغا دفع لنا، وهنن بدهن شي مقابل البضاعة من خسروف آغا. شو؟ الحماية العسكرية. وإذا بدهن الحماية بس من شان يموهوا شي تاني. هنن أخذوا المصاري غصب عنه. بتوقع انه اعطاهم قائمة مشان يشيلوهم من قدامهم. هلأ هنن بحماية خسروف آغا، ونحن لازم بأي طريقة ما نغلط مع خسروف آغا. بس لازم نعرف من اللازي حقيقة الموضوع. لا تيبسي راسك، يلا تعي لعندي. لك انا لحالي بالبيت. اتركي الشغل، المصاري مو مشكلة، انا ما بدي اياك تشتغلي. نحن بعالمنا يلي قلنا بيضل قلنا، واذا حدا فكر يزعجنا من اوصه فورا. يبدو انه لسه ما بتعرفي عمران منيح. امتى رح تجي؟ يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. بترجاكي تحكي لي، رح موت. دقيقة حبيبتي لا تسكري. نعم أمي، بوس إيدك. أنا ميت انتهيت. خالي حطني لحالي بالبيت يا أمي، وحمل حماله وراح. أكيد الخال راح يشوف شي وحدة وسخة. ما في حدا يطعميني يا أمي، ولا حدا يدللني، ولا حدا يونسني. وردتي خدعت أمي مشان تشفق علي، ما بتعرف وضع رجلي. اتصل فيكي بعدين حبيبتي. ايه أمي، ما في مرة هون. أنا لحالي يا أمي، ابنك الوحيد متشائم. أنا كنت على البلكون لما سمعت صوت الانفجار، خفت كتير، والله كنت رح أوقع من فوق لتحت. شو شفتي؟ كان في سيارة صفرة، وبعدين صار في انفجارين تانيين، وفتت لجوا. ما تحملت وطلعت من الشباك، شفت زلمة لابس جاكيت طويل. أطلق النار؟ ما بعرف. كيف شكله هاد؟ كان طويل شوي ولابس جاكيت ابيض، مع انه يوم الجو كان شوب، وكان حاطط نظارات سود. كيف شكله؟ نظارات شمسية. شو سوا؟ شلح نظارته. معناتها ما ضل لابس. والله ما بعرف اذا رجعوا لبسها بعدين. عنده لحية او شوارب؟ كانوا شواربه كبار. كيف قدرتي تشوفي شواربه قديش كبار وما شفتي اذا لبس النظارة؟ انت معك حق، بس كانوا شواربه ضخمين. قديش كانت المسافة بينك وبينه؟ اوه، يعني انا بالبناية هو تحت. وشو لون شعره؟ شعره مو فاتح، يعني اسود او بني غامق خرنوبي. طويل ولا قصير؟ قامته طويلة. انا قصدي عن شعره. شفتي شخص تاني؟ لا هذا وبس.
شباب رسموا شخص حسب وصفي، بدي تشوفي اذا بيشبهه ولا لا. ما جبت نظارتي معي بس رح شوفه. مرة قوية عرفت توصفه منيح مو هيك؟ هذا هو؟ ما عم ركز منيح، بس هو لو رسمت جاكيته لكنت ميزته اكتر. شوف لي هالصورتين متشابهين. هذا الشيء ما بيأكد انهم اكتر من شخص. المرة شافت اللي لازم تشوفه، ما في فرق قد ما كان عددهم. لما فاتت السيارة قلت انه رح يبطئ وطلعت سلاحي، ما كنت شايف شي بالسيارة. اسرعت وقبل ما وصل للبلور بمترين قوست، سبته برقبته ومن شان اضمن عملي قوسته كمان على ظهره، وبعد ما قوسته على ظهره مات على الخالص. وبعدين ركضت بسرعة وسلاح بإيدي ورحت على الطرف الثاني. كان في دخلة، وقبل ما أمشي فيها حطيت السلاح على ظهري واختفيت. وين كبيت سلاحها؟ بالبحر. وانت ليش ساويت هالجريمة؟ سويت هالجريمة مشان أعطي درس يفهموا كل اللي عم يتعاونوا مع الإمبريالية العالمية. قتلت عباس أوسطا أوغلو بكامل إرادتي ومتقصد هالشي. أنا ما بدي تطلع أمك من البيت بنوب يا صفية. ما قصدت إنها تطلع، أنا بدي نبذل جهد أكثر مشان تتعافى وتصيب، وكمان بدي توافق مشان أحسن ساوي كل شيء. يعني قصدك تطلع من البيت؟ بابا دكتورك حط أمي بغرفة وسكر عليها الباب 15 سنة بدون سبب. مين قال لك؟ مين هالدكتور يلي لعب بعقلاتك؟ هذا دكتور غر. بدي ساوي شيء اللي ما قدرت تساويه، رجع أمي للحياة. صفية حسب كلام الدكتور امي بدها تشفى لاني انا طلبت منها هالشي. بابا اذا بتساعدني رح نرجع مثل عيلة وحدة، هذا ما له قيمة عندها؟ هذاك ابنك؟ بتصدقي لو بعرف انك رح تجاوبي ما كنت سألتك هالسؤال؟ وهي الندوة بوشي بتذكرك بمراد على طول مو هيك؟ لو شفتي زوجك من اليوم اللي تزوجك فيه انا ما شفته متشوق لهالدرجة. انا فكرت كثير شو سبب انكم اعطيتوني شرف عيش بيناتكم هون دائما، شو عملت حتى نلت هالشرف؟ وبالرغم من هالندمة بوشي انت ما لقيت الجواب بتمنى منك انك تخبريني. انا ما رح اترك عيلتي هي لحتى اموت. أنا مستعد ساوي أي شيء مشان ما يصير معكم أي مخاوف، وامنع الوجع، وجع كبير. وصارت منيحة. واختي
انتي كمان ما عاد حكيت مثل ماما يا جدي. احسن مرة المرة اللي بتضل ساكتة وما بتحكي. يلا اتركونا لحالنا. انتي تتذكري الكف اللي اكلتيه مني على وشك بزمانك يا نسرين؟ امك كانت ميتة، ضليتي ما تحكي 3 شهور ولا مع حدا، ولا تاكلي ولا تشربي، ويبستي راسك، ولما اكلتي كف فقتي فورا. بس هلأ ما عندك خد منشان اضربك عليك كف يا نسرين. عملتك هي سببت لأولادك صدمة كتير كبيرة، وأنا ما رح خليهم يعيشوا بهذا الجو. منشان هيك رح طلعهم برات البلد يدرسوا هنيك. بلكي بصير عندك امل يرجعوا لك شي يوم يا نسرين، وهيك ما رح تحاولي تنتحري مرة تانية. عرض علي الزواج وحمل حاله وراح. انت بتطلب ايد بنت وبتهرب تاني يوم يا مراد على الدار؟ ابدا. انت هلأ كذاب بتساويها؟ عم اكذب؟ اذا بتريد مراد لا تساوي هيك ولا تلعب معك. انا برأيي اكيد في عنده سبب مقنع. وشو بده يكون يعني؟ مهمة. وشو ممكن تكون هاي المهمة؟ بتحبي خبرك بالجرائم يلي عم ارتكبها؟ بعرف انه شغلك كتير صعب رهف، عم اطلب منك تفهمي. صح، انا طلعت غبية لاني ما فهمت الالاعيب اللي كانوا عم يساووها هو والعم اصلا. ما هيك كان قصدي. لكان شو قصدت؟ كلهم كانوا عم يصرخوا بوشي انتي غبية هبلة، صدقتي كذبة، حبيبك كذاب. بتعرف قديش انا بكيت على موته؟ بعرف. هو ما بيعرف، يمكن ما بيهمه يعرف، وما حبني ابدا وهرب مني بسهوله. كنت متمنى القطه هو عم يخونني، على الاقل كان عنده سبب ليتركني او انا اتركه. ما في شيء مثل هي الخيانة. بعض الأحيان مبادئ الإنسان بتخليه يرتكب الأخطاء. بس بيكون بيعرف إنه هو غلطان. كيف يعني غلطان؟ برأيي هو اضطر ليختفي عنك وعن أهله، ولو كان عنده خيار تاني كان سواه. تأكدي إنه ما في حدا قاسي هيك. إيه، وبعدين؟ الخطأ إنه ندوس المبادئ برجلينا، ويمكن لو فكر انكم رح تتألموا هيك ما كان مشي بالطريق اللي هو فيه، واكيد ما خبركن مشان يحميكن. بس هلا لو كان مكاني وشاف قديشك عم تعاني اكيد ما كان خلاكي هيك. تعرف الرجال ليش دائما بيكذبوا؟ لانهم دائما بيحلموا وبيعيشوا الحلم كأنه حقيقة. لو هو شاف قديش انا تعذبت لكمل كذبته. انا متاكده من هذا الشيء.
إذا أنا ما بعرف حتى اسمه؟ يلي بعرفه إنه اسمه علي. جاي على بالي زد حالي بالموت. لو كنت مكانك لكنت اهتميت بهويته أكثر من مكانه. وكيف بدي ساوي هيك؟ فكري فيه كأنه ملف. بلشي من الصفر وانسي كل شيء وحاولي تعرفي كل شيء. منين بدي بلش؟ من المذنب. مين المذنب؟ علي؟ مين المذنب؟ أصلاً أقبي؟ لو كنت بمكانك بعد ما عرفت إنه علي مانو ميت لدورت عليه. وين؟ ما بعرف. الإعلان مثلاً. بجوز نقدر نلفت انتباهه ويرجع لهون. يا الله قديش مقهورة منه. وبدي هاي تعذب مثل ما أنا تعذبت. ما فيكي تحرقي. هو مو موجود. إذا عرفت إنه هو شايفني وقريب مني بوعدك إني بدي أحرقه. كيف؟ أنا دفنت علي وقدر. وأنا ما بقبل إنك تجرحيني مشان تعذبي أي حدا. معك حق باللي قلته طيبي. ما رح نسمح للرجال يحكي كل شي عنده. عنده ثلاث ثقوب بحجرته. نضغط عليها وبيسكت فورا. وانت عم تدعس على شرايينه؟ أنا ما عندي شي أخسره. بكفي. لا الأمريكان ولا الروس ولا قرخلي ابن أبي. شو رح بتساوي؟ مثل ما قلت لك أنا رح أساوي كل شي لحالي أخضيها. فهمتني غلط يا خسرف آغا. بعد 30 سنة يا أخضية. عم تتصرف في عاطفتك. بعرف أنا مك. خسرت بنتك وأنا مثلك. لازم ما يأثر هذا الشيء على تفكيرنا. الذئب بده عقل حتى بده شروق الشمس. بهالملف اعترافات المشتبه فيه وإفادة المرأة والصورة اللي رسمناها حسب الأوصاف اللي أعطتنا إياها الشاهدة. عندكم شي سؤال بتحبوا أنكم تطرحوه سيدي؟ هاي هي الصورة؟ نعم سيدي. تمام شكرا لك. أخذنا اللي بدنا إياه. تصبحوا على خير سيدي. حسن وصل مدحت. تحت أمرك. شو هالجرأة؟ هدول عم يحاولوا يخدعوني. مظبوط هن جابوا البضاعة. خسرف آغا سمح انهم يبقوا عنده هديك الليلة. خسرف آغا شو بيقصد بانه يخلي السكين وجماعته عنده؟ مو معقول انك ترد الناس اللي عملوا معك منيحة وما عاد تصير الآغا. ليش يلي بحماية خسرف آغا تهجموا علينا بهي الطريقة؟ يا اما ما بيعرفوا موازين الآغا يا اما نحن يلي صرنا خارج موازين الآغا. خسرف آغا كتير مزعوج بهي الايام. مهموم وما عم يهتم باعماله. هو فقد بنته مثلي تماما. مالي خبر. خليك ما تعرف شي.
خسرف آغا رح بشدلن أدنيهن ورح نحكي معه. في شي تاني شاغلني. هنن رجال العمليات وما بينزلوا من الجبل للمدينة بدون سبب، يمكن لقتل موظف الدولة. عباس قصت أغلو؟ ايه وإذا طلعوا هدول هنن ورا الجريمة خسرف آغا ما رح بيكون الذئب يلي رح يندايس تحت الرجلين ويضيع بهالمعمعة. المكان مظلم ضيا بيك، مين الذئب؟ وشو هي المعمعة؟ ومين هذا أصلا الغامض؟ الآغا معروف يا مراد. الآغا بيشوف كل شي، بس يعني إذا ما شاف وراه رح ينقتل ويموت. سيدي هذا الملف في كل شيء عن الكاجيتي، كل افراد الكاجيتي ومين هنن. الفرقه هلا جاهزه لتساوي اي شيء بتشوفه. ما حدا بيعرف غير انا وانت يا حسن، واذا حدا عرف بالشيء اللي مكتوب بهالملف رح يموتوا هدول الاشبال. امركم سيدي. كل اسماءهم وارقامهم والقابهم موجوده بهالملف، اتصل فيهم كلياتهم. يا خسارة على هالشبلين، كانوا من خيرة الرجال وماتوا ببلاش. علي جاندان، حادث سير، حلمي يكسل، استشهد بعملية شمال العراق. لما بتخسر الأسود أشبالها اللي ربتهم من الطفولة شو رح تساوي؟ المهم يسلم الوطن، شو غير هيك؟ لا لا مو هيك قصدي، الوطن هو هي الأسود وأمهم يلي أنجبتهم وربتهم كمان. اجتنا اوامر، شكرا لمساعدتكم، انتهت ضيافتكم عنا، وامرني سيدي خبركم لم المغراتكم وروحوا من هون. يجي ويحكي هالشي؟ هذا كلام الاغا، ما في داعي يعيده. اجيتوا بادبكم بتروحوا بادبكم. شو عم يحكي هاد؟ بتروح بتقله ما منروح لما بده، منروح لما بدنا. ضب لسانك لا تزعجني بهالحكي الفاضي. اكسر هالنظارة بعيونك. ها ليش بتلبسها؟ كأنك بتموت إذا شلحتها. شيلها لشوف، خليني أشوف مين أنت. ما بيشوفني غير الميت. نساوي هلا؟ ما حدا بيخوفنا. مين خسروف؟ سيد قرخني، ما عاد في اي تباين بالاراء، مفترق طرق. نحن مشينا بالطريق سوا، اذا ما انتهى الطريق ما رح نفترق. اللي وين هالطريق اللي عم تحكي عنه سيد محمد؟
يعني ما بتثق فيه بنوب؟ لا تعتمد على انسان لانه ميت، ولا تستند على شجره بتجف. بالله عليكم شو ضل ما سواه مشانكم خسرف اغا؟ دمر كل شي كان يوقف بوشكم من 30 سنة. صحيح دمر كل شي خالفنا، مشكور. يلي عم يخالفونا هلا عايشين. مين؟ نهاية طرق قطيع الراعي الأعمى الهاوية يا محمد قرخلي. وإذا أنت ما عم تشوف، أنا عم خبرك إنه في هاوية. أنت عم تسد أدنيك، ما عم تسمع. طلع فيني، اسمعني. بعد هالساعة ما رح أذيك، ما رح أسمح بإيذائك. من هلا ورايح أنا الراعي، وأنا القطيع، وأنا الزب. وانت بتعرف نحن ما بنترك بنص الطريق، وحتى لو كانت نهاية الطريق هي الهاوية، انت رح تهوي معي كمان.